ولا يا باسم ولا يا باسم بلحق يلا الحق احنا وصلنا 100,000 على اليوتيوب يلا يا عم ما تهزرش بس 100,000 ايه وبتاع ايه خضتني احنا الحين وصلنا لهم اصلا يا عم ده انت الناس الزباله دي اقصد بابا يعني اهدى بس كده انا مش عارف انت عصبي كده ليه يا حاج بابا ده انت اللي بابا وعلى ايه بابا بقى احنا نركن الارقام دي على جنب بقى ونقضيها زوار بقى وناخد وندي مع بعض وكده ده انت يومك اسود معايا اصبر بس نركن الموضوع ده على جنب خلينا دلوقتي في فرحتنا احنا وصلنا ال 100,000 اطلب لنا الدرع بتاع اليوتيوب بقى يا اسطى الحق ده بجد ابوك مش بيهزر على فكره احنا وصلنا 100,000 على اليوتيوب ده اللي هو ازاي يعني لا يا جماعه ما تهزروش بقى ما تفرحونيش بجد وتصدموني في الاخر لا ثواني اشوف بنفسي ثواني يا نهار اسود ده احنا 100,000 فعلا يعني دول 100,000 على اليوتيوب بتوعنا لا لا ثانية واحدة انا صاحي كده صح صاحي ها احنا 100,000 على اليوتيوب الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا نهار اسود الواد اتجنن الحق يا ولية يا ابنك اتهبل استنى يا بابا خدني معاك عشان بس مش هاخده اتجنن خلاص استنى خدني معاك ايه ده كل ده بنت السلام دي كلها حتى مفيش اسانسير حتى يطلعني اعوذ بالله على دي شغلانه هو ده ابن الربع ايوه هو ده شقه 7 الحمد لله يا مسهل هو انت يا بنت هتتبلع ده ليه قاعد بوابتك كده؟ ايه ده؟ ده مين الحيوان اللي بيخبط كده ده؟ طيب جايه يا اخويا مستعجل على ايه؟ ايه ده؟ انت مين؟ وبتخبط كده ليه اصلا؟ ما انا عاوز اقول لحضرتك اهو حضرتك مداني فرصه الله ما تنت هتقول انت هتفضل تا 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 ما تنجز ثانيه واحده واقول لحضرتك هو ثانيه واحده هي مش دي المفروض شقه الاستاذ باسم؟ نعم شقه استاذ باسم ده كده خير خالص يا بنتي ده هو اللي فهمكم كده ولا ايه يا فندم انا ماليش دعوه بالمشاكل العائليه ديت شقتك شقته ايا كان هو مش المفروض ساكن هنا طيب انا جايب له شحن من امريكا عايز اسلمه له وامشي على طول شحن منين من امريكا يا فندم هو فين بقى عايز اسلمه له استغفر الله العظيم يا رب ده ايه الاستباحه اللي زي الزفت دي ابننا اللي ساكن في مصر جايب له حاجه من امريكا يعني سابوا الدنيا كلها وجايبينها له هو ها يلا يا ابني شوف انت رايح فين يا ابني شوف انت رايح فين شكلك اتلخبطت في الشقه ولا حاجه الله يخرب بيت المخدرات اللي بتاخدوها على الصبح دي يلا يا ابني اتكل على الله بس انا بس رايح فين يا ابني ايه ده ايه الوليه دي استغفر الله العظيم يا رب على الشغلانه اللي منيله ديت قال ساب الدنيا كلها قال وجاي يبني في نقطه ده ما بيفهمش بقى ولا ايه بقى انا هفتح هزقه والله العظيم يا ابني انت ما بتفهمش هو انا مش قلت لك الشقه غلط ولا ايه شقة غلط ايه بس حضرتك هي مش دي عمارة رقم 12 وده الدور الرابع ودي شقة رقم 7 طيب حضرتك وهنا ساكن باسم عادل طيب هو فين انا عايز اسلمه الفاكس ده بس جايله من اليوتيوب هدية من امريكا ايه يا فندم ما بتقبلوش هدايا؟ اليوتيوب؟ ايوه يا ماما ده الدرع بتاع باسم الله ما هي في ناس بتفهم ايه في الشقة الله ينور عليك يا قمر فين باسم بقى؟ درع ايه؟ درع اليوتيوب بتاع ال 100,000 اللي الواد ده كان عمال يتنطط عليه؟ مؤاخذة يا ابني حقك عليا طب ما تقول كده يا ابني بس كده ثواني بس هي مين دي اللي قمر؟ انت بتعاكس بنتي؟ ده انت يومك اسود تعالى لي بقى جوه. ايه ده في ايه؟ في ايه؟ اوه يا وليه اوعي ايدي كده يا وليه انا ذاكرت لك من الصبح. ده انت وليه غريبه في ايه؟ بقول لك جايب فاكس عايز اسلمه وامشي على طول. وليه هو انت لسه شفت حاجه؟ ده انا هصوت والم عليك المنطقه كلها واقول انك بتتحرش بيا. الله ليه يا حاجه مالك بتزعقي كده ليه؟ مين ده؟ ايه يا ماما في ايه مالك بتزعقوا كده ليه؟ اتفرج يا حاج الحق يا باسم الراجل ده هيتهجم علينا في الشقه يا ولية اتحرش بمين بس انت هتتبلع عليا ولا ايه ده انت اللي زقاني هنا وبعدين ده انت ست كبيره وكركوبه ده انت حتى شبه جعفر يا نهار اسود والله العظيم انت راجل محترم وبتفهم نعم انت بتقول ايه يا حاج ايه لا يا حبيبتي ده بس سمعت غلط انا بقول بس ده انا هطلع عينه ازاي عايز تتهجم على مرات القمر دي يا عم انت هتكذب من اولها مش عارف لما تبقى راجل كبير كده وكذاب يا عم هو مش انت بس ما تاخد يا عم استلم هديه اليوتيوب اللي جايه لك من امريكا ده ومديلي هنا عشان امشي ايه ده 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 اليوتيوب صح؟ وريني كده وريني الله اكبر انا مش مصدق نفسي والله العظيم مش مصدق نفسي ايه ده خد الهديه ومشي يا استاذ حد يمدي اي حد يمدي طب يا جماعه استنى ادي وريني في فلوس كام ايه ده؟ ده ايه العيله دي؟ طب كده مفيش غيرك انت بقى يا حاجه بعد اذنك ممكن تديني هنا عشان امشي؟ فلوس؟ استنى يا حبيبي انت هو انا هاخد نص الفلوس ديت انا بتعب في الفيديوهات اكتر منكم. ايه ده؟ في ايه؟
ده ايه العيله الغريبه اللي انا جيت فيها دي يا جدعان؟ طب كده مفيش غيرك انت قمر، مش انت اخته برضه؟ طب ما تمديل عادي، امدتك هتمشي برضه. قمر ايه بس عشان الله يخليك، ما تكسفنيش بقى. ايه ده في ايه؟ انت هتتغرف نفسك ولا ايه؟ ما تبص لنفسك في المرايه، انت فاكراني معاكس ولا ايه؟ انا عايز اي حد يمديل عشان امشي. ابص لنفسي في المرايه؟ طب والله لو اوريك يا ماما يا ماما، الراجل ده بيعاكسني تاني. بيعاكسك تاني؟ لا ده انت راجل قليل ادب بقى وعايز تتربى. طب تعالى لي بقى. يا حاج والله يا اللي انت بتعمليه فيا ده، انا زي ابني كده، ده انا بعتبرك زي امي. انا كل اللي عايزه حد يمديني هنا بس عشان امشي، انا كده هترفد. هات يا عم، والله ما انا مزعلك عشان خاطر الكلمتين بس اللي قلتهم دول. همديلك همديلك فين؟ فوق هنا. قوم اقف كده بدل ما انت قاعد على الارض كده، قوم اقف يلا همديلك وامشيك كتكنيله اهو. امسك يلا. تسلم ايدك والله يا حاج، ربنا يخليك لينا يا رب، كان ابنك كان هيترفد والله. طب ايه بقى يا حاجه؟ تسلم ايدك على امضى، مفيش اي حاجه منك كده، يبقى كتر خيرك يعني. ليه ان شاء الله؟ وانت اديتنا الدنا، انت اديتوله هو احسن تستاهل. عارف لو كنت اديتوله انا كنت ظبطتك. يا سلام، هي دي المشكله يعني يا حاجه؟ ثانيه واحده ويكون عندك، اخش اجيبولك منه دلوقتي. ايه ده ايه ده ايه ده، انت رايح فين؟ انت فاكرها الزريبه بتاعت ابوك اللي قاعد تتمشى لي فيها؟ اطلع بره اطلع. ولا تحب اجي اكمل عليك؟ لا وعلى ايه؟ خليكي زي ما انت يا حاج، والله ما انت قايمه، ده لسه معلم على وشي زي ما هو، انا دي اخر يوم ليا في الشغلانه. السلام عليكم. ايوه كده، وخد شنطتك، انت هتسيبها ولا ايه؟ شنطه؟ شنطه ايه؟ خليها لك، مش عاوزها، انا اصلا سبت الشغلانه خلاص. افتح بقى يلا وريني بقى جايبين لك كام. لا بس بسم الله ما شاء الله عليهم، صارفين ومكلفين برضه. لا بص العيبه شكلها عامله ازاي؟ لا دي تلاقي ايه، مليانه فلوس بقى من جوه، دولارات بقى وكده. ايوه بقى، وهلعب بالاخضر بقى، وبكره هبقى مليونير. ده انا هنزل بعد كده القهوه انا، احط رجل على رجل واخلي مشاريب القهوه كلها على حسابي. اه يا اندال استنى، بتفتحوه من غيري؟ نص الفلوس دي ليا، يلا وريني كده. وانا كمان يا باسم، انا عايز تليفون جديد، انت وعدتني لما يجي لك فلوس هتجيب لي تليفون جديد. وانا بص يا باسم قاعد اهو، هرضى باي حاجه هتدهاني. هو في ايه؟ هو انتوا ليه كلكم زولين ان انا اي تي ام وكده؟ طب يلا كل واحد يطلع الفيزا بتاعته ويحطها ويطلع مني فلوس. ده ايه ده؟ طب مش الاول نشكر الناس؟ اه طبعا نشكر الناس يا سلام، اللي لولا توفيق ربنا ثم تشجيعكم لينا ما كناش وصلنا لاي حاجه. ربنا يخليكم لينا يا رب، ونقدر نعمل لكم فيديوهات احسن واحسن الفتره الجايه. طول ما انتوا في ظهرنا هنكمل ونعمل لكم فيديوهات احسن واحسن ان شاء الله. ويلا بقى اللي ما اشتركش في القناه يشترك، احنا في طريقنا ل 200,000 اهو. هم بيحبونا اصلا يا ماما، هيوصلوا القناه بتاعتنا ل 200,000 مشترك في وقت قريب. يلا يا جمهوريه اوتاكا، وصلونا كده قريب، واستنوا الفيديوهات اللي جايه دمار. وانا على فكره بحبكم كلكم اكتر منهم على فكره، فاللي لسه عملش لايك للفيديو يعمل لايك للفيديو، واللي لسه عملش اشتراك عندنا في القناه يعمل اشتراك عشان نوصل 200,000 بسرعه. ايوه كده. واخيرا بقى جه الوقت اللي نفتح بقى، يلا بينا. بسم الله. الفلوس كام؟ يلا وريني بقى. اخيرا بقى هغير البوتاجاز واجيب بوتاجاز جديد قبل رمضان. ايوه، وانا هجيب لي كاش كتير وهجيب لي تليفون جديد. وانا يا باسم قاعد ساكت اهو، اللي هتدوني مش هقول لك لا عليه، بس اي حاجه اهو. هعيط والله العظيم من الفرحه، هعيط والله العظيم بجد. ربنا يخليكم ليا، ما كنتش اتوقع بجد ان انا في يوم من الايام تيجي لي هديه زي ديت. اه بس كده، هو ده بس اللي جوه العلبه؟ لا وريني كده. ايه؟ فين الفلوس؟ الفلوس فين؟ علبه سحريه دي ولا ايه؟ هدعكلها كده هتنزل لي الفلوس من تحت ولا ايه؟ ده ايه ده ان شاء الله يرحمك؟ دي العلبه فاضيه. امال فين الفلوس يا ابني الجزمه؟ ايه ده انت بتضربي كده ليه بس يا ماما؟ هو ده بس اللي جاي في العلبه قدامك اهي، والعلبه فاضيه اهي. الولد اللي عشمت نفسي انا كمان وقلت هتجيب لي، انا طالع، انا غلطان اصلا اني قعدت معاكم. انا رايح اشوف الاكل اللي ورايا، الولد اللي مستنيه منك حاجه كتكنيله. وانا كمان رايح اكمل لعب مع اصحابي، انا غلطان اصلا اني جيت قعدت معاك. ولا كلهم خرجوا، مفيش حد غير انا وانت في الاوضه. الفلوس فين؟ مخبيها فين؟ ده بابا يلا. ولا مفيش حاجه، ما العلبه قدامك فاضيه اهي. هو ده بس والله اصلا مفيش فلوس. اه لا طب بص يا حبيب قلبي، هم العلبه شكلهم صارفين عليها وكده، فانت خد العلبه وهات الدرع ده وريني كده، انا هاخده راح ابيعه في سوق الجمعه واخد فلوسه. ايه ده؟ تبيعي بس يا بابا؟ يا نهار اسود، خد يا بابا تعالى هنا، اقعد هات مكانك اللي انت رايح فين بدل ما اجي اضربك. مش كده ما فيهاش فلوس كتكنينه جدع يا حاج، خدها وروح بيعها، ولما تجيب فلوسها وبهات لي بوتاجاز مكان اللي جوه ده. يلا بسرعه. يا نهار اسود. طبعا طبعا انا قاعد اهو يا ماما، هو انا اتكلمت اساسا؟ هتلاقي بوتاجاز يا حاج، هتلاقي بوتاجاز اكشي ولع فيها. ايه ده؟ طب هم سابوا لي العلبه فاضيه، بس مش مهم. خليني اقول لكم الكلمتين اللي انا جاي فيها عشانهم. انا بحبكم جدا بجد، فرحتي بالدرع دوت ما تتوصفش، اقسم بالله انا مبسوط جدا جدا. عايز اقول لكم حاجتين اهم من كده، مفيش حاجه مستحيله،
بس صعبة. مفيش حاجة مستحيلة بس صعبة. المستحيل ده اللي انت مش تقدر تحققه، لكن الصعب اللي هتقدر تحققه بس مش على طول، مش بسهولة، عشان لما ربنا يكرمك وتنجح وتقول انا نجحت بصعوبة ما نجحتش بسهولة، الموضوع ما كانش سهل بالنسبة لي. تاني حاجة بقى، الناس عمالة تسألني انت بتصور بإيه، فاكرين ان انا معايا معدات وحاجات زي كده؟ خالص والله العظيم انا لحد دلوقتي ما غيرتش تليفوني، معايا التليفون ده زي ما انا بصور بيه تيك توك لحد دلوقتي، والفيديوهات اللي بتنزل على الانستجرام بتنزل بيه هو، اي صور اي حاجه ليا برد عليكم على الكومنتات كله من التليفون ده، تليفون هواوي بكاميرتين من النوع القديم مش الجديد ولا حاجه. بس فاللي انا عايز اوصل لك ان مفيش حاجه مستحيله والله، انت تقدر تحقق وتقدر ربنا يكرمك طول ما انت حاطط في دماغك هدف عايز توصل له. انا كنت شغال في مطعم، بصحى من الساعه 8 الصبح ما برجعش غير 9 بالليل، وساعات كنت برجع قبل 9 بحاجات بسيطه 8 مثلا، كنت برجع ما بنامش، برجع ما باكلش، برجع افضل شغال تصوير، ممكن اخلص تصوير مثلا على الساعه 2 بالليل ولا حاجه، بعد كده ابدا افكر في نومي عشان احقق بس اللي انا عايز اعمله. يوم الاجازه بتاع اللي هو اليوم الاسبوع بتاعي اللي المفروض ارتاح فيه ما كنتش برتاح، كنت بقوم من الصبح لحد ما بنام تصوير، بجهز نفسي للاسبوع اللي بعده، لحد ما ربنا كرمني دلوقتي قدرت ان انا يعني ابدا افرغ نفسي للتصوير. ويمكن دلوقتي الفتره الاخيره بس هي اللي بدات اصور بالكاميرا اللي انا بكلمكم وانا بتصور دلوقتي بيها، بس لحد دلوقتي بصور بالتيك توك بده، وساعات بعمل حاجات في اليوتيوب بده برضه، ما جبتش حاجه عاليه. فارجع تاني واقول لكم مفيش حاجه مستحيله بس صعبه، وربنا معاكم يا رب. واللي عايز اي حاجه يكلمني على الانستجرام، انا برد على كل الناس هناك، لينك الانستجرام هتلاقوه حاطه لكم في اول كومنت، اللي عايز اي حاجه يخش يكلمني، واحنا بنفتح لايفات هناك والدنيا حلوه ان شاء الله، ومواعيد الفيديوهات بنزلها هناك وكل حاجه. ما تنساش لو انت ما عملتش لايك على الفيديو لحد دلوقتي اعمل لايك، ولو لسه ما عملتش اشتراك عندنا في القناه اعمل اشتراك، قبل لما انا اروح اشوف العيال الحراميه اللي سرقوا الدرع دي، بحبكم. ولا بس ما انت زفت يا دي النيله، زفت ايه بس يا حاج؟ اولا زفت مش في الجمله خالص، ثانيا بقول لك خد دنيا يا حاج كده، انا عايز خضه فيها مالك يا، قلت اجود لك واحط لك حته كده من عند ابوك. قلت اتجود. لا بعد اذنك يا حاج ما تحطش التاتش بتاعك، قول اللي قدامك بس، يلا نعيد من تاني. يا مسهل ماشي يلا. يلا يا حاج، واحد اتنين تلاته. يا زفت يا زفت. يا سنين امي لسه بعيد ده انا، وزفت ايه بس؟ زفت مش موجوده في الحوار يا عم، انت هتجنني يا عم. وي كمان يا حبيبي وي كمان. اهدى اهدى بس يا حاج وصلى على النبي كده، انا مش قصدي اقول لك حاجه، انا قصدي اقول يا بابا يعني، بس انت فاهم عصبيه بقى وشغل وكده، اهدى بس يا حاج. هفهمك وهتفهمني. لا وعلى ايه بابا بقى، احنا نركن الالقاب دي على جنب وتيجي بقى اديك لقب جديد؟ ده انت يومك اسود، تعالى لي.